اتمنى ارجع للكوميديا تاني بشكل الكوميديا اللي انا بحبه. فان شاء الله ان شاء الله هتشوفوا حاجات كوميدي الفتره الجايه كده، عندي شويه افكار حلوه كده هتتعمل، يعني كوميدي اللي هو كوميديا الموقف، اللي هو مش الكوميديا اللي معتمده على الافيه ان انا اقول حاجه تضحك، لا احنا عايزين سيتويشن اللي يضحك، الموقف موقف يبقى طبيعي. كوميديا نجيب الريحاني ان شاء الله في فيلم كده مع الاستاذ علي ادريس، انتاج استاذ هشام عبد الخالق، تاليف استاذه زينب عزيز، ان شاء الله قريب يعني.